صباح الخير الكميشات ديالي الزوينات الكبيدات، صباح الفل والياسمين، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم مزيانه؟ ونتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اخواتي اليوم جيتكم من ليدل، بغيت نشوف شنو كاين. جابوا شي كوليكسيون جديده؟ جابوا شي حاجه جديده؟ الغزالات ديالي جي نشوفوا شنو جابوا الكوليكسيون جديده. مهم ما كاينش شي حاجه، ولكن اختكم غادي توريكم داكشي اللي لقات. خواتي كيف ما كتشوفوا فينكم الحوامل، ها نتوما البنات كسيوات صيفيين. بالنسبه للمتحجبات راه كديري فوق من هاريبيكا، فوق من هذوك الجيليات الطوال كيكونوا باردين، هادو نتاع الحوامل. كاين لهما البنات انجيبو 9.99 أورو. كاين هاد اللوين هذا، وكاين اخواتي هاد النواغ هذا، واخا راه كلشي حلوهم. ها وكاينه البنات هاد الكري هذا، ها نتوما اللي ما عندهاش الدريه الصالحه الله يرزقك اختي من حيث لا تحتسبين. هادو البنات نتاع القطن زوينين كيف ما قلت لكم، صيفيين غزالين وباردين. غزالات ديالي ها نتوما جابوا لي جينز، ها نتوما فيهم جوج ب 5.99 أورو. شوفوا لي جينز فيهم جوج وحدات ب 5.99 أورو. البنات زوينين هكذا لوليداتكم، 134 140 10 سنين 9 سنين. مهم البنات شوفوا جابوا هادو ديال الركابي، هادو زوينين البنات، هادو نتاع الركابي اللي والديها كيضروهم البنات. الركابي اللي هادي البنات نتاع وقيلا نتاع بالنسبه اللي والديهم كيضروهم الركابي. اختي كيضروك ركابيك نتيا، كتقلبي شي حاجه مزيانه بغيتي تهبطيها للوالده ديالك ولا الوالد ولا شي حد من العائله، كيضروه الركابي. البنات هاد الباندات هادو راهم زوينين، انا راهم حتى عند الوالده ديالي عندها طالعين حتى الفوق. البنات هادو الماخك ديال ليدل، ما عرفتش البنات الصراحه شحال دايرين ليهم الذهب. هادو البنات دايرين 7.99 أورو، 7.99 أورو. فيهم طايا اس و ام و ال و اكس ال هي الكبيره، وكاينه البنات هذه ديال الظهر حتى هي اللي زوينه بزاف البنات. هذه البنات دايره وقيله واش نقول لكم 29 على ما اظن، ولا هذه ديال غوكن ديال الظهر البنات. مهم اللي بغاتها بغات شي حاجه مزيانه، ها انتم اخواتاتي شوفوا قال لك ديال الظهر، شفتوا اللي كيدارها ظهرها وبغات شي باندا مزيانه ليك الام ديالك للعائله لشي حد موصيك لراجلك خدام كيدارو ظهرو. البنات هذه زوينه بزاف، راها البنات صراحه كتجمع مزيان. غزالات ها نتوما هاد لاكين هادي ها هي راه محلوله، راه حلينها هنايا. شوفوا الغزالات ديالي من الداخل كيفاش دايره، ها نتوما فيها هاد العيبات هادو هنا، فيها هاد البلاستيكات هادو هنايا البنات، هنايا من الجناب اللي كيجيو هكا كيجمعوا الظهر، وهنايا البنات من اللور. هذه البنات راها مشكوره بالنسبه اللي كيحرقوا الظهر ديالو اولا كيضروا الله يجيب الشفاء للجميع، يجي ياخذها البنات من الدي ام، راها زوينه بزاف البنات. الغزالات شوفوا جابوا واحد الكويميجات كانوا ديجا جابوهم، ودابا عاوتاني عاودوا رجعوا جابوهم. شوفوا البنات الثمن باقي ما داروش فيهم الثمن البنات، وما غيكونوش غاليين. ديجا كنت شاركتهم معكم واحد النهار البنات من ليدل. شوفوا كويميجات محترمين، هما كيلبسوهم كسيوات، حنا لبسوهم مع ليغينز مع سريويل هكذا في الغوز بيبي في الابيض. كاين هذا اللون البنات، وكاين هذا النواغ هذا شحال حمقني النواغ البنات، وفيه الزيتي وفيه الابيض فن كيحمق البنات، وفيه لي طاي راه باقا البنات. السلعه زوينه بزاف البنات، عجبني حتى التوب ديالهم غزال البنات، التوب ديالهم رطب رطب رطب، دايرين لك هنا باش تقيسي التوب، غزال رطيب الصراحه ومحتارمين. وكيف ما قلت لكم تلبسوهم مع جميع الالوان، جينز بياض، جينز في البنات في هذا الغوز بيبي، جينز في هنايا في القهوي في النوار، كتجي لبسه واعره البنات. مهم الغزالات اليوم هذا الفيديو هذا غادي يكون مهم بزاف ومفيد بزاف. من عند واحد المتتبعه ديالي سولتني واحد السؤال اللي كيعانيو منه كاع الامهات، وبالاخص الامهات الجديدات، الامهات يلاه مزوجين يلاه بادين في الحياه يلاه مساكنين يلاه بادين يعني عندهم امين عام ونصف الزواج. مهم خواتاتي كيف كتشوفوا انا راه تقديت، راه مشيت قديت شغلي وتقديت ودزت الجزار البنات، عرفتوا شحال السعاده. دابا يلاه 11 قل ربع، 11 قل ربع البنات. انا غادي نوريكم دابا قالت لي اسماء رانا انا في دارنا ما كنت كندير والو، وتزوجت وولدت وزاد عليا ستريس وغير ناعسه، اعطيني عافاك كيفاش ندير ننظم وقتي. انا نوريك ديري تنظمي وقتك ساهله ماهله ياك، حتى انا كنقيل نجري اليوم
راه دخلت بكري، اما انا راه كندخل حتى للجوج، كيكون عندي مواعيد، كيكون عندي منقضي، كيكون عندي مثلا مواعيد في المدرسه، كل مره كيخرج لك موعد. دارنا راه معروفه بالجيران، معروفه بالجيران. دخلي معايا اجي نوريك شحال دابا في الساعه، بغيت نوريكم باش تشوفوا على عينيكم. دابا العشرة وخمسة دقائق. انا كيفاش منظمه حياتي، حيت بزاف الناس اللي كانوا كينتقدوني كانوا كيقولوا لي كيفاش كديري بنيتي تحفظي مع بناتك، كيفاش اختي عاطيه الخاطر لبناتك، كيفاش كتخملي هاد الدار. اسماء عندها نظام، اسماء الا درتها ولا ها وخرجت على السطر الدار كتصبح مرونه، كلشي كيصبح مرون، وكناكل العصا داك النهار. شوف اختي العشرة كوزينتي مجموعه، كلشي مجموع فيها، ما فيها حتى حاجه. هنايا غادي نوريكم الصالون كذلك. ها انتما الصالون، غادي نوريكم الصالون. ها هي بنتي، عاد فاقت اليوم راه ما مشاتش للحضانه، هبطتها من الفوق بحدا بارها، حطيتها هنايا ياكو. وهذا الشيء اللي كتشوفوا هنايا، تعالوا نوريك. انا الدار جمعتها البارح في الليل وجففت وخملت. هاد البلاصه اللي كتشوفوها بحال هكا دايره، البارح فاش كملت في الليل كنت مجبده وكنت دايره المالطه غطيت بها بنتي فاش نعسات ديتها لبيتها. بقاو ليا هادو المخاد غادي غير ندير لهم كما خلات واحد المتتبعه ديالي، قالت لي كلشي انت وكلشي قديتي، ولكن دوك المخاد قالت لي جبدي لهم الودنين. اليوم نجبد لباباهم الودنين، كوني هانيه. البنات قالت لي غير هذيك البلايصه شتي فين كنت مجبده، خليتها هكاك. البنطوفات بنتي صافي كلشي مجموع، كلشي البنات نقيت. هنايا البنات بناتي اللي كانوا كياكلوا البارح ما كملوش. الغزالات ديالي اسماء هكا غدا في النظام ديالها، البنات كلشي نقي. عرفتوا دابا العشره ليكم هادي ديودورون درتها في الصباح وحطيتها هنا. هذا البانان غيبان لكم كحل من البارح، حطيته قطعي لي قطعي لي ما كلاتوش. غادي نقاد غير ديك البلاصه نقيه نقيه نقيه، ما فيها حتى شي حاجه، حتى حاجه ما فيها. اسماء كتجمع بالليل، كتخمل بالليل، كتنشر كطوي بالليل، والاغلبيه بحال الطينشير كتعاوني فيه بنتي الكبيره. شوف اختي بالنسبه لك انتيا، انتي باقيه الله كيفاش مزوجه عندك البيبي، راه كاملين جينا مفشين. علاه انا كنت كندير شي حاجه؟ انا راه ماشي كنت مفشه في دارنا، انا ما كنتش كنهز الكاس، راه الناس كيعرفوني ها هما غادي يشهدوا. انا الكاس ما كنتش كنهزو، وكانت عندنا المساعده في الدار ما كنتش كنهز الكاس. اسماء كانت بنت الفشوش، ما كنهز حتى شي حاجه وما كندير حتى شي حاجه. الانسان مع الوقت مع الوقت كيولي كيخمال، كيولي كيجمع، كيولي كتولي عندك مسؤوليه، ولكن هذاك الشيء الا بغيتي انت ديريه لا درتي الخاطر، ولكن راه بزز منك ديريه، ما درتيش راه ما كاينش اللي غيديرو لك. اول حاجه اختي بالنسبه لك انت، يلاه قلتي مزوجه ويلاه اختي ولدتي البيبي، راه الله يكون في العون، راه اللي كيولد راه ما كاينعش، راه الرضاعه البيبي كيبكي، ولا الا كانوا فيه مساكن مسكين لي غاز ولا مسكينه فيها لي غاز، راه كارثه عظمى. الام كتمرض، كتكون ديك الوقيته ديال بحال كيبغي يدخلها اكتئاب، كيتزاد عليك بيبي اخر، كيتزاد ستريس، كيتزاد او لاول مره تجربه جديده، كيبان لك هادشي راه ما هواش، كتقولي كاع يمكن الله يستر بناقص كاع من هادشي هذا، كنت بقيت غير بوحدي. بزاف اللي كيوقع لها بحال هكا، ماشي كنهضر من عقلي. البنات شوفوا بالنسبه لك حبيبه ديالي، منين نعسي ولدك ولا بنتك، اول حاجه ما تعلميش هزال اليدين، ما تعلميش الهزال. منين يجوع رضعيه وحطيه في بلاصتو ينعس، لعبي معاه بوسيه عنقي وحطيه ينعس. الا بقيتي تهزيه وتراري به فضيحتك فضيحه، غير ديري حمال وبقاي هزاه غدا به جايه. ما عندك منين تحطي ولدك ينعس، شتي منين ينعس، شتي الا كيفيق لك بالليل، غير خليه في واحد البليصه عطيه يرضع وحطيه ونوضي خملي. كوزينتك ما تبينتيهاش مرونه، شتي باش غتعلمي النظام، شتي الصبح تصبحي عيانه فيك النعاس، ولدك الصبح كينعس بالليل كيسهرك، شتي الا صبحتي ناعسه ماشي مشكل. شتي انا كنفيق بكري علاش؟ لان عندي بنياتي، عندي مسؤوليه، بناتي كيقراو خصني نوض معاهم ندير لهم ماكلتهم، ندير لهم بزاف د الحوايج، عندي تيرمينات انت يلاه بعديه في الحياه، يلاه بعديه. انت واخا تصبحي ناعسه حتى ل 11 ماشي مشكل، ما عندكش مشكل، عندك عذر، عندك وليد ولا بنيه كيفيقوا لك بالليل، نهارك مخربق. شتي في الليل، في الليل ديري بحالي، في الليل نوضي لهذيك الكوزينه منين تغطي ولا تعشي، جمعيها غسليها، غسلي المواعن قادي صايبي، عاوتاني بقى كيبكي جلسي عطيه وقت ورضعيه، نوضي صاوبي ديك الفونتسيما ديالك وقادي راكي غير بوحدك، ما كاينش اللي غيرون لك، من غير الا رونتي راسك، غادي تجمعي غادي تجفي غادي تقادي انت انت غير انت وراجلك، راه ما كاينش اللي غادي يرول لك واللي غادي مثلا عندك وليد صغير ولا مهم.
وحتى الا كان غادي ينعس وغادي تجمعي من الليل غادي تجفي غادي تخملي غادي تصاوبي دخلي عاوتاني الدوش حكي غادي يبقى لك بيت النعاس. شتي تصبحي الصبح نعسه حتى لوحده راجلك كيجي مع الجوج ونص اولا تصبحي نعسه حتى 12 مثلا الا كان الوليد كينعس لك النهار كامل عندك 12 تنوضي منها ديري حليبه سخنيها تشربيها ترضعي وليدك وتبدلي ليه وتحطيه ولا بنيتك منها دخلي الكوزينه الطاجين على 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 شحال كيطيب الطاجين طاجين بالدجاج عنده 4 ساعه كيكون طاب يعني من هنا من 12 جوج الغدا يكون طايب الراجل غيدخل غيلقى كلشي نقي فهمتي حاولي تخدمي بالليل حاولي تخدمي بالليل انا عندي ستريس بزاف عندي مسؤوليه بزاف عندي مواعيد بزاف عندي بناتي عندي بزاف ما يدار كاين شي حوايج اللي ما كنقولهمش لكم انا كنديرهم انا في حياتي الستره زوينه بزاف الحوايج كنديرهم انا في حياتي ما عارفين عليهم حتى حاجه بالنسبه حتى الناس اللي كيقولوا لك ايوا كلشي كتبوا كنوريكم حتى شي حاجه من غير داكشي اللي بغيت كندير بزاف الحوايج اخواتاتي شوفوا نقول لكم النظام راه شي حاجه مهمه نخمن نجمع بالليل انا دخلت اش غندير غادي ندير ديك البليصه والبنات غادي نوريكم شنو درت نوريكم تعالوا تعالوا مهم الغزالات ديالي شوفوا بعدا هنا الجبانيات درتهم هنا كنت درتهم البنات فوق الثلاجه وكيبقاو بناتي ماما عطينا ماما طلعي جيبي لنا دابا حطيتهم هنا اللي بغى ياخذ حتى راجلي كتجي ساهله ملي كيبغي كيهز الحلوه اللي عجباتو كيديها معاه للخدمه كيدير بها كسكرو مهم البنات بنتي اللي ماما مشاتش للحضانه وبنتي الاخرى راه كتقرا يعني عندها حتى الربعه تخرج انا غادي نمشي نخرجها مع الجوج اليوم انا معروضه غير باش نوريكم واحد شوفوا سيروا مع الطريق الساهله ما تبقاوش تمرضوا راسكم بزاف وتستريسوا شوفوا راه الستريس راه كاين ما كنبغوش تزيدوا الستريس في الستريس انا اليوم البنات معروضه المهم غادي نديك غندي في الدنيا هاد المحنشه لاني ما عنديش الوقت وما كايناش الطاقه باش غادي نزيد عاد نعجن مسمن ولا ما كاينش الوقت ما كاينش الوقت هاد الوقت هذا اللي داري مجموعه مخمله بغيت نجلس نرتاح ندير اختي ارتاح الراحه 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 زوينه الانسان يريح راسو ما يبقاش يستريسي راسو ويبقى يجري اكثر من الجهد ودير تشوفوا راه حتى حاجه ما كتستاهل شي اللي مشات صحتك ما كاينش اللي عطيهالك انا نقولها لكم من هنا تقضيت مهم البنات داكشي اللي خاصني من عند بزاف خديت غير شي حاجه قليله شوفوا البنات هاد الطورطيه هادي ديال الشبينات كيجيبوها مره مره هادي البنات دابا انا معروضه انا راجلي عزيز عليه طورطيه بنتي عزيز عليها طورطيه راجلي غادي ندير ليه طورطيه للغدا هادي غنشدها غنحطها ليه في الطبسيل منين ينوض غيسخنها وغياكلها كتعجبو هادي ديال الشبينات بنتي غادي نسلق لها نودل اولا مكارونيس ياك المكرونيه وجبت ليها هاد لاصوص هذا ديرها معاها انا بنتي كتحماق على المكرونيه على نودل كل واحد وشنو كياكل صافي البنات خديت الكاشير خديت هاد الكاشير هذا خديت هاد اتون غندير ليه هنا عاوتاني ديال الفرنه خديت الحليب خديت مايونيز خديت غير شي حاجه قليله تيكون معايا راجلي ومشيو ديك الساعه نتقدا هادشي البنات اللي كاين انا معروضه اختي هادشي راه كنقول لكم كاينين شي حوايج اللي كديرهم في دقيقه 90 يا اما كناخذ هذا ملي كنكون مستريسيه عندي النهار عامر اولا غدا شي بلاصه وعندي النهار مدروك اما كناخذ طورطيه اما كناخذ داك الحوت شتو هذاك الحوت داك الاورانج هذاك كنشدو كنحشيه في الفران ولا في الفريتوز الهوائيه كندير معها بطاطا فريت اولا كندير برجر كنصايبهم كنحطهم حوايج ساهلين ملي تشوفي راسك الوقت عندك عامر حوايج ساهلين دابا البنات اش غادي ندير هادشي غادي نحطو هنا هادشي غادي نفرقو في مي كتنديرو في فريغو وغادي نمشي لديك القنيته هذيك غادي نكادها واسما غدير رجلي فوق رجلي وغادي تجلس غترتاح غترتاح لاني رمضان باقي شاد فيا العيال البنات ديال رمضان الحاجه اللي ننصحكم بها البنات هي شنو هي شنو هي هي يكون سيستم في حياتك يكون عندك داكشي بالوقت حنا عايشين مع الاوروبيين عندهم بالوقت هاد الحاجه انا داكشي اللي تعلمت كلشي بالوقت انا في الليل في العشيه فاش عرفت بناتي صافي عياو وما بقاوش كينقصوا كيجريو كلاو ترصاو شديت الدار جففتها خملتها قاديت نضيت كلشي حتى الراجل ملي كيجي كيلقى الدار نقيه ما كيلقاش الدار بحال المطر دقا فيها قنبله نوويه فهمتوا المهم الغزالات تجيو معايا نشقاو واحد شويه ونكمل مع البنات حلينا الباب دخل الطاقه الايجابيه بنتي البنات راه درت ليها هنا بروسوم ايوا اختي انا نعجبك اليوم في المخايد اليوم عندك دك باباو المهم الغزالات ديالي
هاد البليصه هادي كنت جالسه فيها انا وبناتي هانتوما اختي. هاد شوفي 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 اختي الودينات، انا غنجبد لهم الودينات مزيان. والنار يا اختي والنار يا اختي عليكم، والنار يا اختي عليكم. اليوم غنحط لكم الفيديو بكري صافي، غادي نسالي ونحطو لكم، تكونوا نتوما يلا كتفطروا بحال التوانسه معايا. المهم الغزالات هانتوما كيف كتشوفوا هانتوما صافي، لان الصاله كلها جمعتها الصراحه، وما كنتش جلست هنا كاع ما غاديش نصاوب هنا. هانت يا اختي ما يكون غا خاطرك الحبيبه، هانتوما قال لك نتوما امروا وانا نغامر. هانت يا اختي ها صافي، اش بغيت نخد هكا صافي ولا نزيد نجبد لهم الودينه تاع البنات؟ ها هانتوما الناس ها هانتوما خويا. هانت هانت يا اختي ها هانت يا اختي شفتو مزيان. هانتي هانتي اختي ميكون غير خاطرك وطلبتي غير موجود هانتوما. المهم البنات صافي، هاد البليصه هي اللي كنت البنات جالسه فيها. دابا هنا البنات انا كنجلس كنقول انا هاد الصالون اللي راه اختي بزبالة هاد الفلوس، انا نستنى انا حتى يجيو الضياف عاد نجي نجلسهم فيه. هادي بيت الجلاسه هو فيه السدادر، كنمشي كنتغدى فيه، كندير فيه كاسكروب، كنعطي البنيات ياكلوا فيه. ولكن اختي كنجي كنتكرشخ هنا، علاش؟ الراحه النفسيه. الصالون كبير فيه بزاف د المناظر يا اختي، وحل البالكو كنتفرج يا اختي في التلفازه قدها قداش اختي، والشيمينيه الاجواء الجميله. لما نخلي هذا الشيء نخليه للضياف اللي كنديروه مره في اللي كنديروهم صاحبتي مره في العام، بنادم يتبرع تبرعوا في خيركم، راه غتمشيو وتخليوها لصاحب الوالدين. المهم البنات صافي، هذه البلاصه حدي هنا حدي هنا البنات، هنايا عاوتاني كانوا جالسين بناتي صافي. الغزالات ديالي صافي، الله يجعل البركه، الله يرحم محمد الخامس. اخواتي اسمع هكا غاديه، حتى اللي كان دارو راسو وما كانش عارفني كما خلاتها وحده، قالت لها كدور من سوق لسوق، كتمشي من بلاصه لبلاصه، كدور كطوف، ما فهمتش انا كي كدير هادي. اختي انا عندي نظام، انا دايره ليستا 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 في حياتي. شتي انا قلت لكم ملي كنخرج السطر كتصبح الدار مرمونه. كتجي اسماء كتلقيها كتجهد كتجاهد. لا البنات ديروا نظام، حاولوا على راسكم، تكيسوا على راسكم، القلب الله يستر. انا الا درت غير نفوق من الجد والله القسم البنات الا قلبي كيبقى يضرني، خاصني شي نهار نمشي ندير عليه التخطيط. وما عرفتوش من ستريس واش ما عرفتش كيفاش. المهم البنات هانتوما ما شاء الله اللهم بارك، كلشي مجموع كلشي مخمن. وحتى الدار البنات ملي كتكون نقيه والله القسم اخواتاتي الا كتكون واحد الراحه نفسيه غزاله. صافي اخواتي واختي جاوبوني في لي كومونتير، جاوبوني قولي لي واش عجبوك تجبات المدنيه مجبدين مزيان ها عجبوك. المهم اخواتي البنات شوفوا حتى تعطوني افكار، هاد الديكور هذا اللي هنا طلع لي في راسي ما بقاش عاجبني، ومع بناتي حتى هما درت ليهم هادو، وكان جا داك هادو راه عندي من العام اللي فات، قالت لك لا ما تحيديهمش داك الاستاذ. ايوا يا اختي وقالت لك جيبي لي هادوك ويبوس ودوك اللعيبات. ايوا لا لا نسقيهم هنا ونسقت هنا، وبدا كيبان الصفر والاحمر والخضر. وهنا البنات هادو شريت، وهنا خاصني ديكورات اللي يكونوا مسدودين، الديكورات المفتوحين اسما كتعمر فيهم. دايره فيه الريحه، دايره فيه حد دايره. انا قلت لكم انا مبليه بالريحه، عندي في الكوزينه، عندي في الخرجه ديال الباب، عندي هذا ديال الحجبان، لان كندير الاغلبيه ديال كنصايب حجباني الريحه كنصوطها عاد كنخرج البنات. دابا هذا الشيء طلع ليا في الراس، اول حاجه غادي نحيد هذا الباز هذا محملتوش. المهم البنات بغيت نوريكم واحد الكلوس شريته زوين بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يديروا العكار، اولا اللي ما كيبغوش يديروا الماكياج، ما كيبغوش يديروا الاحمر والصفر والخضر، كل واحد حر في راسو، كل واحد واش كيعجبو. قال لك سيدي تختلف الاذواق، هذه شريته من ايسونس، ها هو من دي ام اخواتي، هذا من دي ام مارك ايسونس. شوفوا البنات الكلوس كديروه مثلا، انا دايره الاحمر هنا نديرو فوق منه، اولا كديريه غير بوحده ها ديرو لو سكرين. شوفي غير هذه قداش كبيره، يا اما كديري شي حكار وديريه فوق منه، يا اما كديريه بوحده، كي حتى بوحده كيجي والله الا كيجي غزال. ها نتوما البنات ديروا ليه السكرين، هو هذا خديتو البنات بجوج اورو وشي حاجه، جوج اورو وشي حاجه البنات. وبغيت نشارك معاكم هاد سميتو الفوندان تاع التليفون، عجباتني البنات هذه خدتها ليا بنتي كادو هي، والبانطوفل
خدات وحده ليها وحده ليا. كانت ربحتها البنات في ديك اللعبه نتاع شيئين اللي كانوا دايرين، وخدات وحده ليها وحده ليا. غير هاد البانطوفات اللي كيكونوا بحال هكا بلا ما تاخذوهمش، حنا كنسيقو وكنجفو. ديك النهار كنت كنجفف وتخلي فيها الماء، يعني حنا خصنا اللي كتكون فيها القومه عاليه. هادو غادي ربيت الناس، ولكن واخا كندور بها في الدار ما غادي نحيدها حتى غنخرجها منها. وخدات ليا حتى هاد الطوندا التليفوني وعجباتني البنات. شوفوا كتحمق ها نتوما، شوفوا وفيها البنات هاد 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 العيبات هنايا. فنة عرفتي كيجي فيها التليفون خطير البنات. باقي عاد ما سخانيش الله نديرها، علاش؟ لان راجلي خدا ليا حتى هو، خدا ليا ديك النهار حتى جابهم ليا. شحال زوينه تكوني جالسه بقاو يطيحوا عليك في الهدايا. قولي لي اش من هدايا هذا. المهم البنات انا راجلي جاب لي شي 3 ولا 4 من هادو، غير هما هادو. غنصحكم واحد النصيحه، هادو القومه ما تاخذوهمش. انا راجلي خداهم لي كلهم قومه. خدا لي الكرونه وخدا لي الغوز وخدا لي لون واحد اخر، خدا شي 3 ولا 4. شوفوا البنات هادو ديال القومه عمركم تاخذوهم بالتليفون، كيتمحاو كيتوسخوا. دابا بحال هذه صافي بدات كت بحال اللي كتوسخ، بحال اللي كتمحى، كدير واحد اللون في شكل. شفتوا هادو حيت خداهم من النور راسو كنتشاور معايا ونقول ليه ديال القومه اوهو ما تاخذهمش البنات. المهم الغزالات ديالي اختكم راها ناضيه، كلشي مقاد. ها انتم الغزالات ديالي كلشي مصايب اخواتي، ها انتم كلشي مقادد، اللهم بارك ما شاء الله. شوف فين حاطه الرينغ لايت البنات، غادي نوريكم الجو في المانيا. شوفوا البنات الشتاء، راه مدرسه بنتي لهيها الشتاوات اخواتاتي، الشتاوات ما شاء الله اللهم. الشتاء بغيناها للمغرب حنا اختي، ما بقينا باغيين الشتاء والله يا ربي تسمح لينا، عينا بهذا الجو هذا. بغينا اختي حتى كتزين الدعوه، حتى كتشمش وكتولي الصهد والحراره 26 30، حتى كتهبط حتى الصباح راه كانت جوج، والله الا كانت جوج. المهم خواتاتي كيف ما كتشوفوا معايا ها حنايا، شوفوا يا اختي البالكون. انتما يا اختي شتي اللي عنده البالكون والله الا الطاقه الايجابيه حق الله. شوفوا البنات ما شاء الله واحد البالكون على مزيناته. المهم خواتاتي نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ويكون نال استحسانكم، ونكون عند حسن ظنكم، وتكونوا كتستافدوا معايا، ونكون كنفوج على قلوبكم. وشكرا لكاع الناس الزوينين اللي كيقولوا كلمه زوينه في حقي. ونتمنى اي حاجه كانت عندكم عرقله في الحياه، كانت عندكم شي حاجه حنايا بيناتنا نتعلموا من بعضياتنا، انا كنبان في الصوره وانتم في لي كومونتير، وكلنا نستافدوا. اللي ما كتوصلش لشي حاجه، عندك شي مشكله اختي مع راجلك، عندك شي حاجه نتناقشوا. حنا هاد القناه دايرينها هو الا باش نستافدوا، انا نستافد وانت تستافدي وحده اخرى تستافد وبزاف ديال الناس يستافدوا. فهمتوا خواتاتي؟ المهم البنات نخليكم على خير. غادي نمشي، عرفتي شنو غندير دابا؟ غادي نمشي نقاد ديك الطورطيه البنات، وسميتو ونصايب نودل لبنتي. واختكم غتجلس في هذيك البلايصه شتي ديك اللي جبدت، ها هي اسماء ما غتدخلش البيت الكلاس، لا اسماء غتجلس هنا. شوفوا بنتي مغطيها كتفرج هنايا في الرسوم. المهم خواتاتي نتمنى نكون كنعطيكم واحد الطاقه ايجابيه اخواتي، الله يسهل عليكم والله يسهل امركم. وشكرا ليكم بزاف وموح عليكم، خليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجديد الكبيدات، و باي باي عليكم.